أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج الحقيقة. أنا شادي شاش. النهاردة قام الرئيس السيسي بلفتة إنسانية ليست بغريبة عليه. خلال جولته لتفقد بعض المشروعات القومية، توقف الرئيس السيسي للاطمئنان على شاب تعرض لحادث سير. خلونا نشوف الفيديو مع بعض. خلاص ان شاء الله يا فندم، قدامنا 10 ايام بكتير يا فندم. باذن الله يا فندم. طيب بصوا كويس على المدينه كلها. تمام. ومواضيع مختلفه. تمام يا فندم. تمام يا فندم. علي وهاب يعني. اوامر فندم. متشكرين. تحت امر سيادتك يا فندم. ها ده كويس؟ رجليك مش كتير خوز يا ابني. المهم انت كويس، خلي بالكم من نفسكم. مين زميلك اللي كان سايق؟ للحديث عن المعاني الموجودة في هذا الفيديو بتنضم إلينا الكاتبة الصحفية فريدة الشباشي عبر الهاتف. أهلا بك يا أستاذة فريدة. أهلا بك وبالسادة المشاهدين. وزي ما أنت قلت في البداية إن ده السلوك الطبيعي بتاع الري. صحيح. يعني ده مش ري زور خليهم يتسلوا، أو خدوا بالكم الخاطفين والمخطوفين، أو إلى آخره زي ما إحنا عارفين. أيوه. إحنا رجالنا بقى عندنا ري بتحس اي واحد فينا بيحس انه بظهره. بيحس ان جنبه، وبيحس في نفس الوقت المسؤوليه تجاهه. يعني ال الشعور متبادل لاول مره منذ زمن بعيد يعني. ايوه. يعني اللي بنحبه عارفين انه بيحبنا. عارفين ان هو بيهتم، احنا بنشوف ازاي بيتعامل مع اصحاب الاحتياجات الخاصه. ايوه. يعني بنشوف انسانيته قد ايه، وعلى فكره الانسانيه دي حاجه المفروض انها طبيعيه جدا، بس للاسف في كتير مننا الفترة اللي فاتت تجردوا من هذه الإنسانية لأسباب كتيرة. يا رب نقضي عليها الأسباب دي كلها ونرجع تاني مصر الجميلة الوسطية الحضارية الأم الدنيا زي ما بنقول. إن شاء الله يا أستاذة فريدة، ده أكيد. لكن هذه هي اللفتة، يعني ليست الأولى. دايما الرئيس بينزل ويتفقد المواطنين ويتوقف مع ناس ويتكلم معاهم. الحقيقة أنه هو يعني أسلوبه المستمر في التواصل المباشر مع المواطنين. طبعا طبعا، ما هو عشان هو متواصل مع المواطنين، المواطنين متواصلين معاه. وعشان في تواصل متبادل بين الاثنين، الحرب عليه جامده قوي زي ما احنا شايفين من الشمال والجنوب والغرب والشرق من كل ناحيه، بس ما حدش هيقدر عليه لان الزعيم اللي وراه شعبه غير قابل للهزيمه ان شاء الله. وبالعكس هينتصر في كل حاجه، واحنا حاسين ان كل اللي بيعمله ده وكل المجهود اللي بيعمله بينزل ساعات من الصبح من الفجر يتفقد مشروعات دي عشاننا وعشان الاجيال اللي جايه كمان. يعني اجيال عشان اولادك وعشان اولاد اولادك. انت عارف يعني في حد بيبص لمصر لقدام، مش مصر دلوقتي وخلاص وانا جبت لكم بثلاثه ساغ لوبيا وحاجات، لا مش كده. يعني في بالعكس في تخطيط لمصر العظيمه، لمصر اللي هتاخد مكانها ومكانتها واللي قايمه عليها الحرب، لانه في احساس ان فيها قياده مخلصه. ايوه. فيها قياده متثنيه في حب هذا الوطن، وزي ما دايما بيقول يقول انا حياتي ممكن اديها، وبس في نفس الوقت هو قال لنا كمان ان العافي محدش يقدر ياكل لقمته، فيا رب كلنا نساعده في تحقيق هذا الهدف، ويا رب كلنا نشتغل، ويا رب كلنا يعني نجتهد ونتعب علشان بلدنا تاخد مكانها وما نحتاجش لحاجه وما نحتاجش لحد ان شاء الله. ان شاء الله. يعني هو يعني لو حد عادي حتى مش رئيس وشاف حتى يكمل يقول لك هو الوقت يطلبوا الاسعاف، بس هو عنده حاجه يعني كلنا لمسناها ان هو عنده انسانيه صادقه وراسخه وحقيقيه.
وده اللي احنا شفناه في الفيديو النهارده وشفناه قبل كده كتير يا استاذه فريده، ما هياش اول مره. هو اسلوب بيتبعه الرئيس للاطمئنان على المواطنين بشكل مباشر. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الكاتبه الصحفيه الاستاذه فريده الشباشي. تفقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم المستشفى الميداني في جامعة عين شمس تمهيدا لبدء تشغيله الخميس المقبل، ورافقه الدكتور خالد عبد الغفار واللي قام بتقديم معلومات تفصيلية حول المستشفى الميداني اللي بيقع على مساحة 4600 متر مربع بإجمالي عدد أسرة بيبلغ حوالي 200 سرير، منها 165 سرير إقامة و11 سرير للرعاية المركبة والعزل وثمان أسرة للفرز. تم إقامة المستشفى خلال 15 يوم فقط. لمعرفة تفاصيل أكتر هينضم إلينا على الهاتف الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتور محمود. أهلا بيك يا فندم. طيب إحنا عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا المستشفى الميداني اللي زاره رئيس الوزراء النهاردة. الحقيقة شرفنا النهاردة مع دولة رئيس الوزراء ويرافقه أستاذ وزير التعليم العالي وأستاذ صحة أستاذ محافظ القاهرة اللي هو محمد أمين رئيس صندوق تحيا مصر لافتتاح المستشفى الميداني، يعتبر أول مستشفى ميداني يقام في مصر على مساحة 4600 متر مربع لطاقة سريرية 171 سرير 160 سرير و11 رعاية مركزة بكل الخدمات اللي تحتاجها هذه المستشفى من أبسط الحاجات إلى أجهزة التنفس الصناعي إلى كل الوصلات وكل حاجة محتاجاها. الحقيقة الإنجاز اللي في الموضوع ده إنه بدأنا العمل في 1 يونيو، النهارده 15 من 18 يوم تم تحت بعد ما أسندناه وتحت رعاية كاملة ومتابعة كاملة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللي دايما الحقيقة بتبهرنا بالأداء المتميز السريع الدقيق. فطبعا كالعادة يعني خذلناش، ورغم إن إحنا الحقيقة زنقناهم جدا في الوقت. قام بكل الرسومات وهيكلة الهندسه جامعه عين شمس ومكتب استشاري لجامعه عين شمس، وعملوه برضه في خلال اسبوع 8 ايام. وحاليا بيتم عمل كتيب لهذه المستشفى في كل خطواتها عشان تبقى بروتوتايب لاي حد بعد كده عايز يعمل مستشفى ان شاء الله ما نحتاجش سواء بهذه الجائحه او بغيرها، ولكن التجربه تستحق التوثيق وتستحق ان يكون في كتيب موجود كبروتوتايب للناس كلها، وده اللي احنا بنطلبه ان شاء الله بننتهي منه هذا الاسبوع. طيب اول حاله ان شاء الله يعني هو في مكانين او خيمتين، خيمه اللي حضرتك شايفها في الصوره حاليا دي التي انتهت بالكامل فيها 56 سرير نقدر نستخدم ندخل من النهارده، لكن الخيمه المقابله اللي فيها حوالي 122 سرير محتاجه 48 ساعه كمان للتشطيبات النهائيه والتطهير وخلافه. فاحنا ان شاء الله وعدنا ان نستقبل اول حاله يوم الخميس القادم باذن الله. ودي تعتبر المستشفى الرابعه لجامعه عين شمس بعد الرابعه بعد ما بدانا في 1/4 في مستشفى العبور، ثم دخلنا من اسبوعين مستشفى المسنين ومستشفى جديد تماما ثم مستشفى الطوارئ القديم، والنهارده رابع مستشفى. وتوجيهات دوله رئيس الوزراء النهارده ان احنا نحاول نتوسع اكثر، لان كانت طبعا ملاحظ ان هناك ازدياد في الاعداد وهناك المواطنين محتاجين اكثر. هي ما حدش متاخر، وزاره الصحه قايمه بجهد عظيم، كل اجهزه الدوله قايمه، والجامعات قايمه بدورها سواء جامعه عين شمس او الجامعات الشقيقه الاخرى، كل جامعات مصر قايمه بدورها. لكن احنا كنا عندنا يعني اول مستشفى جامعي عزل 1/4 وهي مستشفى العبور. فاحنا طبعا بتكليف من دوله الرئيس النهارده ومن استاذ وزير التعليم العالي ان شاء الله هنحاول نشوف في الكام يوم الجايين الساعات القادمه الحقيقه مستشفى اخر يمكن يخش الخدمه، لكن اعتقد ان احنا كده عندنا عدد اسره يوصل حوالي فوق 100 سرير كانت الشمس مخصصين لموضوع الكورونا ما بين اسره عاديه وما بين اسره رعايه مركزه. هل تم اقامه المستشفى بامكانيات الجامعه الذاتيه فقط يا دكتور، ولا في جهات اخرى شاركت في اقامته؟ لا طبعا لازم هنا اتوجه بجزيل الشكر للدوله ساعدتنا طبعا متمثله في البنك المركزي. الحقيقه البنك المركزي يعني فاجئنا بدعم يعني غير مسبوق لنا، ولازم هنا اتوجه خالص الشكر للرجل العظيم الاستاذ الدكتور طارق عامر اللي بيدعم
كل جهات الدوله، لكن يعني احنا بصفه خاصه في الموضوع ده هو وصندوق تحيا مصر اللي ما تاخرش من اول الجائحه وهو بيدعم كل الجهات، لكن برضه اتبرع لنا ب 1000 بدله ورقيه، ب 10000 ماسك، ب 15 جهاز تنفس صناعي، والباقيه تاتي بالمجتمع المدني المتمثل في جمعيات مختلفه. الحقيقه لهم ما حدش اتاخر، فتضافر الجهود ما بين الدوله وما بين المجتمع المدني وما بين صندوق تحيا مصر والبنوك الوطنيه، بنك الاهلي، بنك مصر، يمكن مش المستشفى دي لكن كل مسيره مستشفيات جامعه عين شمس، هما البنك التجاري الدولي، بنك الاهلي، بنك مصر، كل الحقيقه الناس ما بيتاخروش. والحمد لله احنا مؤمنين تماما بروح الفريق وبشركاء النجاح اللي من غيرهم الحقيقه ما نقدرش نقدم الخدمه. طبعا لازم اذكر ان الخدمه في جامعه عين شمس في الاربع مشاريع انا قلتها، التحاليل في كل شيء مجاني 100%. طيب هل بقى بتستطيع الجامعه تنفيذ مستشفيات ميدانيه اخرى اذا يعني تطلب الامر، لانه انتوا بقى ليكوا خبره كبيره في اقامه المستشفيات بهذه السرعه يا دكتور محمود؟ يعني مستشفى ميداني اخر داخل حرم جامعه عين شمس لا اظن ان هنلجا لهذا ان شاء الله. مش داخل الحرم، لكن اذا طلب مساعده الجامعه في اي مستشفى ميداني اخر. سيادتك محق تماما، واحنا عرضنا مع يعني مع الزملاء رؤساء الجامعات، في اكثر واحد اتكلم معايا في الموضوع ده، وعشان كده احنا بنعمل هذا الكتيب عشان نديه لهم، وطبعا هنساعد لن نتاخر في اي خبره. احنا اي جامعه عندها خبره في شيء ما بتساعد الجامعه الشقيقه على طول من غير ما تطلب يعني. هذا الكتيب البروتوتايب ده برضه مهم جدا يا دكتور محمود، لانه انتوا بتشرحوا فيه كيفيه عمل المستشفى الميداني بكل هذه الدقه وهذه السرعه، فممكن اي حد ياخذ هذا الكتيب وينفذه على ارض الواقع على طول. تمام. ومش بس انشاء المستشفى، انشاء زي ما حضرتك تفضلت، انشاء المستشفى، الخطوات، التجهيزات، أيوة. لكن كمان اليات واسلوب العمل، يعني الاطقم الطبيه بتشتغل قد ايه، كم ساعه، كل اليات العمل واسلوب العمل بيتكتب برضه من الناحيه الطبيه ومن الناحيه التجهيزيه ومن كل الخطوات، كله بيذكر في هذا الكتاب ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس. عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماع بالفيديو كونفرنس مع مدير المديريات التعليمية في المحافظات لتأكيد ومراجعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2019-2020. ناقش الوزير مع مديري المديريات التعليمية الإجراءات اللي هيتم اتباعها خلال فترة امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، وتنفيذ آليات التعقيم بحيث لا يقتصر تنفيذها على الطلاب فقط، بل حتشمل أيضا جميع المشاركين في أعمال الامتحانات، لأن المنظومة لا يمكن تجزئتها للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين. وقال الدكتور طارق شوقي أن الوزارة اتخذت عدد من إجراءات التأمين والوقاية، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح بحد أقصى 14 طالب، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان للساعة 10 صباحاً. أيضا حيتم دخول الطلبة للجان لجان سير الامتحان بطابور متباعد حوالي 2 متر بين كل طالب اعتبارا من الساعة 8، ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة 9، وتوزيع الكمامات على الطلاب وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي. شهدت منظومة الشكاوى الحكومية في مجلس الوزراء ارتفاع ملحوظ خلال الأعوام الماضية، وزاد عدد الشكاوى مع انتشار فيروس كورونا المستجد، فبلغ عدد الشكاوى في مايو الماضي 206 ألف شكوى وطلب واستغاثة، بزيادة قدرها 28 ألف شكوى عن شهر إبريل 2020 بنسبة زيادة قدرها 16%. تركزت شكاوى نسبة 93% من المواطنين في 11 قطاع، هي القوى العاملة والتشغيل والتأمينات والمعاشات
والإسكان والمرافق والتموين والبيئة والصحة والمعاملات المالية والاتصالات والأمن والتعليم والكهرباء. وأعلنت منظومة الشكاوى الانتهاء من فحص ومراجعة أكثر من 200 ألف شكوى، حيث تم توجيه 181 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ 21 ألف شكوى وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجري استكمال فحص 4000 شكوى وطلب تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها. وكانت بلاغات واستغاثات وشكاوى واستفسارات المواطنين حول جائحة كورونا على رأس أولويات عمل المنظومة. قامت المنظومة بالتنسيق الفوري والمتابعة المستمرة لتفاعل الجهات المختلفة مع جميع شكاوى الطوارئ والاستفسارات الطبية الواردة من المواطنين، حيث استقبلت خلال شهر مايو 15770 شكوى وطلب استغاثة واستفسار بتتعلق بالنواحي الطبية المختلفة. وجاءت محافظات المنيا وسوهاج والجيزة والقاهرة والبحيرة وكفر الشيخ كأكثر المحافظات الواردة منها شكاوى من المواطنين إلى المنظومة. العالم كله طبعا تأثر بفيروس كورونا وحالة التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل لفترة كبيرة، ده أثر على الناس بشكل كبير. خلينا نشوف تقرير تفاعلي عن إزاي الناس اتأثرت بفيروس كورونا وإزاي استغلت وقت البقاء في البيت. الأسرة طبعا أكتر حاجة فرحانة إن هي قاعد في البيت. طبعا أول ما كانش في بيت كان في قهوة، كان في مش عارف إيه كده يعني. تطور في مثلا تفكير ذهنك أكتر بقى، يعني إيه بيتعامل بكل حاجة بقوانين بالراحة، يعني بتعامل بكل حذر يعني. أنا بالنسبة لي حقيقي أنا مش ما بحبش قعدة البيت ومش مبسوطة منها وما استفدتش حاجة منها حقيقي. لا هي هي أصل هي 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 نفس الروتين. أنا استفدت بالوقت ده عشان كملت دراستي، لو أنا كنت لسه أيام الشغل وقبل الكورونا ما كنتش هعمل كده. قعدة البيت قربتني من عيالي أكتر، بدأت أقرأ كتب في القانون أكتر، في حاجات أنا ما كنتش بلاقي وقت إن أنا أعملها بسبب الشغل بسبب الكلام ده. الحياة طبعا دلوقتي بقت صعبة جدا، بالذات إن في حظر في البلد، طبعا ما تقدريش تنزلي تخرجي مع أصحابك تروحي في أي حتة، فطبعا ده مضايقنا نفسيا. بس طبعا بقينا نقعد في البيت كتير قوي وبقينا نشارك بعض في حاجات أكتر وأكتر، وموضوع ان انت تامني نفسك كل شويه ده هو بقى الهسهس اللي شغال معانا. اللي انا اتعلمته من الفتره اللي احنا قاعدينها في البيت ان احنا بنساعد بعض، ان احنا بنبتكر حاجات جديده مع بعض، الاسره اتجمعت اكتر، بقى في حاله يعني كلنا اتقربنا من بعض اكتر. استفدت ايه؟ استفدت ان انا نصبر حاجه، يعني نصبر، وده حاجه ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى، ف يعني بنقول الحمد لله على ربنا اداهولنا، بس يعني الدنيا تمشي شويه بس وربنا يسترها. انا محرومه من قاعده مع عيالي عشان بشتغل، فيعني قربتني بقى من عيالي وواقفه في المطبخ 24 ساعه وكده يعني. اتعلمت ان احنا لازم نحب بعضينا وننسى كل الخصومات اللي بيننا ونحب بعضينا. يعني الكورونا دي علمتنا ازاي نحافظ على نفسنا، علمتنا ازاي ان احنا نعمل لبكره، نعمل حسابنا في حاجات كتيره. للتعرف أكثر على تأثير فيروس كورونا نفسياً، إزاي نواجه ونستعد للتعايش مع هذا الفيروس، معانا هاتفياً الدكتور إبراهيم عبد الرشيد استشاري التحليل النفسي في جامعة عين شمس. أهلاً بيك يا دكتور. بارككم وبالسادة المشاهدين يا فندم. أهلاً بحضرتك. طبعاً ناس كتيرة بتتكلم عن أنه تأثير فيروس كورونا مش بس تأثير على الصحة، صحة الجسد، ولكنه أيضاً تأثير نفسي شديد في أحيان كتيرة. أولاً هل هذا صحيح؟ طبعا هو اساسا يعني الشغل النفسي او الطب النفسي او الشغل النفسي كله هو اساسا مرتبط بكورونا من البدايه خالص، من الاوقات اللي احنا فيها، اوقات الحظر واوقات المشاكل وحتى يعني الظروف المرضيه نفسها. يعني الناس اللي بتجي لها كورونا نفسهم العامل النفسي حتى داخل في نسبه الوفيات اللي حصلت، والعامل النفسي داخل برضه في الرعب اللي كان موجود. يعني في نسبه تتخطى 60% من الوفيات حصلت بسبب
ان في حاجه اسمها البانيك اتاك او نسبه الذعر، وده عامل نفسي خطير جدا جدا، اللي هو زي بالظبط كده حضرتك ما بنشوف حد اتنين عمل واحد عمل حادثه وجنبه واحد تاني، واحد اتكسر واتبهدل وراح المستشفى وتعالج والتاني مات في نفس التو واللحظه. ليه؟ لان ده جاله حاله الذعر او اللي هو البانيك اتاك، وده كان بيحصل مع حالات الكورونا نتيجه طبعا للرعب اللي كانوا عايشين فيه من السوشيال ميديا والناس اللي بتيجي تهول والناس اللي بتيجي تتكلم كتير والدوشه اللي احنا والفراغ اللي احنا كمان قاعدينه في بيوتنا ما ورناش حاجه غير متابعه اخبار كورونا. ايوه. وفي سبب تاني نفسي برضو اسمه البوست تروما او اكتئاب ما بعد الصدمه، وده بالظبط كده زي ما احنا قلنا، يعني ممكن واحد مثلا يكون عنده مرض، جاله مرض السكر، وده مرض بيجي للناس كلها، ولكن هو يعيش بقى في انه خلاص الدنيا انتهت والعمر انتهى وخلاص وجالي المرض وانا مش شاخب، فتبص تلاقيه بيموت بالبطيء، وده برضو نسبه من وفيات كورونا. ده في الوضع اللي هو البيولوجي او الجسدي. لما بنيجي بقى نتكلم على العامل بقى اللي هي القصه النفسيه اللي هي حبسه الناس في البيت او قعده الناس في البيت، لا احنا عايزين نقسم الموضوع لقسمين الاول يا دكتور، يعني اللي فعلا اصيبوا بكورونا واللي قاعدين في البيت وما عندهمش كورونا لكن خايفين برضو. بالنسبه للي اصيبوا بالكورونا وهم في عزل منزلي بتنصحهم بايه؟ انا بنصحهم والله ان هم ياخدوا بالهم من حاجه واحده، ان ده دور برد عادي جدا جدا، مش دور برد يعني كارثي ومش كل الناس اللي فيه بتموت، واحنا لو الاطباء حضرتك جابوا لك الاحصائيات بتاعه السنين اللي فاتت هيلاقي ان نسبه الوفيات يا اما زي الكورونا او زياده، بس القصه هنا الفرق الوحيد بس في اللي احنا فيه دلوقتي ان ده وباء يعني بينتشر بسرعه شديده جدا، حوالي 4 أو 5 اضعاف الانفلونزا العاديه. فهي دي القصه، ان كل انفلونزا ليها ناس كتير جدا بتخش المستشفى وبتبقى محتاجه فنتليتور ومحتاجه تنفس ومحتاجه حاجات كتير جدا، لكن الناس دي ما بتبقاش اعدادها كبيره زي دلوقتي، فهو بيبقى خايف من ان الامكانيات ما تساعدش، وده موجود في كل بلدان العالم يعني. ان بيخافوا من اي وباء عشان القصه دي. دي جزئية خطيرة جدا، لاني طبعا ان انا اخف. طيب هننصحهم بايه بقى؟ نفسي بشكل كبير. ننصحهم بايه؟ انا انصحهم بان هم يمارسوا يعني يعزلوا نفسهم طبعا، ولكن يعتبروا ان الامر عادي، دور برد عادي جدا، انا بستريح وبنام في مكاني عشان خاطر الدور يطلع ويخف، واخد بال حضرتك، وابدا بقى اتعامل، اخد الادويه بتاعتي واخد الحاجات بتاعتي وامشي عليها بالظبط على حسب البروتوكول زي ما هم بيقولوا، زي ما في المستشفى قالوا لي، مع الاحتفاظ بحاله نفسيه جيده. مع الاحتفاظ طبعا طبعا، ده اساسي، لان انا لو ما احتفظتش بحاله نفسيه جيده هتبقى عندي مشكله خطيره جدا، ان العامل ان المناعه اساسا معتمد على العامل النفسي، يعني ممكن تنهار المناعه تبقى كارثه حقيقيه، وممكن تنهار حتى العامل النفسي، ممكن يخليها تنهار من اقل حاجه، يعني انا ممكن يكون مثلا يعني نفسيتي زي الزفت، نفسيتي وحشه فيجي لي اي حاجه خايبه بسيطه وتاثر فيها وتتعبني وتموتني كمان. صحيح صحيح. يعني زي اللي بقول لك حد زعل من حاجه فحصل له حاجه، يعني نفس الفكره بالظبط. بالظبط كده بالظبط كده. طيب ده عن المصاب بفيروس كورونا، اما اللي قاعدين في بيوتهم في عزل منزلي بس خايفين جدا برضو، رغم ان هم واخدين كل اجراءاتهم الاحترازيه لكن خايفين، بيسمعوا على طول في اخبار ياخدوا منها السلبي. بالظبط. احنا نقلل طبعا، احنا نقلل طبعا الفرجه وسماع الافكار، ومش كل يوم بقى نمسك نراجع بقى وفيات كورونا قد كده والناس اللي اصيبه بكورونا قد كده والناس اللي مش عارفين بكورونا قد كده. لان ده حضرتك يعني بمنتهى الوضوح مفيش اي بلد في العالم كله هتقدر تحدد النسب مظبوطه، لان ده حضرتك ومقارنات كمان غلط، يعني اللي قاعد في بيته وخايف ده يقول لك شوف اللي حصل في ايطاليا مش طب احنا مش ايطاليا يا جماعه، يعني انتوا بتقارنوا ايه بايه؟ وكل ده نتيجه السوشيال ميديا ايضا يا دكتور ابراهيم، لانه هي اللي بتنشر كل هذه الاخبار اللي كمان جزء كبير منها اشاعات. بالظبط، وناس عايزه تتشهر وناس عايزه تعمل نسبه مشاهدات وناس عايزه تعمل عايزين يستفادوا ماديا وعايزين الشغل اللي هو، او في ناس اللي احنا بنسميهم الشخصيات الهستيريه. الشخصيات الهستيريه دي مشكلتها ان هي بتحب اولا الظهور، بتحب انها تلم الناس حواليها، بتحب تلفت الانتباه، بتحب تعمل فرقعات وشو ودوشه زي كده، فالشخصيات دي عامله لنا مشاكل جامده جدا في حياتنا كلها وفي كل حاجه، ودول على السوشيال ميديا يعني مش عايز اقول لك متسببين في كوارث.
في منهم حتى يعني انا بتكلم على كل الناس ده في كل الفئات موجودين. بالنسبة بقى للجزئية بتاعة النفس والحظر، هنا في مشكلة خطيرة ان النفس ربنا خلقها الطاقة الاساسية اللي فيها اللي في العقل الباطن هي طاقة الحرية. أيوة. فطاقة الحرية فيها مشكلة كبيرة جدا جدا. اولا حبس الحرية هو اكبر كارثة ممكن تتحملها النفس البشرية. حضرتك يعني احنا بنشوف الناس اللي احنا بيعملوا جرائم وبيرتكبوا جرائم بيسجنوهم ليه؟ عشان يحبسوا حريتهم. فهي بالزبط. دي القصة ان حبس الحرية مشكلة كبيرة بالنسبة للنفس، وحبس الحرية بتتسبب في ان النفس بتبقى في حالة احباط، في حالة ضغط نفسي، عايزة تتحرك، عايزة تروح وتيجي، عايزة تكون عايشة بحريتها. وعشان كده احنا بنقول ان الحظر الكامل مش هينفع. يعني في ناس تقعد تطالب بالحظر الكامل، الحظر الكامل مش هينفع. ليه؟ لان حبس الحرية نفسه بيقلل المناعة نفسها، فإن احنا مش عايزين نقبل على المناعة اللي موجودة عند المواطن أو عند الإنسان اللي عشان يقدر يواجه المشكلة لما تيجي. صحيح. بالضبط كده. نفس فالقصة دي حضرتك اللي احنا بنتكلم فيها دي خطيرة جدا، حبس الحرية. جزئية طيب. الاكتئاب اللي بيجي. أيوة. في حاجة تانية حضرتك اسمها الأوسي دي أو الوسواس القهري. أيوة. الوسواس القهري مشكلته كبيرة قوي. أولا احنا عندنا كلنا وسوسة طبيعية، ولكن الوساوس دي بتزيد وبتقل عند بعض الناس، بتروح وتيجي. احنا النهاردة الوسواس القهري وصل للقمة، وصل لمرحلة صعبة، فإيدينا كلنا عمالين نعقم إيدينا باستمرار، عمالين نحاسب ونلبس كمامة فوق كمامة ونغسل شعرنا ونغسل اللي هو إيه يعني وسوسة بشكل كبير جدا جدا. الوسوسة أو الوسواس القهري عموما هو مرحلة من مراحل الاكتئاب. واخد بال سعادتك؟ مرحلة من مراحل الاكتئاب، وياريت كمان المرحلة الأولى ده مرحلة وسطى. يعني إذا احنا بقى عدينا على مرحلة الإحساس بالذنب ودخلنا المرحلة اللي هي التانية حضرتك، فهو بتبقى عاملة زي الدايرة، الوسواس بيجيب اكتئاب والاكتئاب بيجيب وسواس. صحيح. فخدوا بالكم ما تخشوش في الدايرة دي، يعني خليكم منتبهين. احنا داخلين على وسواس قهري، احنا مزودينها شوية، احنا لازم نخف على يعني كل هذه الوساوس اللي عندنا، وهو ده اللي يمكن يخلينا نحتفظ بمناعتنا لانها شيء حساس جدا. طيب قبل ما الوقت ينتهي، امتحانات الثانوية العامة قربت يا دكتور ابراهيم، وعايزين بقى نصيحة كده منك لابنائنا طلاب الثانوية العامة خلال فترة المذاكرة اللي هي موجودة في حظر برضو، وايضا فترة الامتحانات. اتفضل. بص حضرتك، يعني يمكن الناس الكبار في السن بقى اللي زينا او الناس اللي عدت على الثانوية العامة من زمان، الناس دي كلها بقى فهمت حاجات يمكن الصغيرين حبايبنا اللي هم في الثانوية العامة مش فاهمينها لسه. طبعا هو دلوقتي قلت الدروس وقلت الحاجات دي، بس انا بعد ما خلصت الثانوية العامة يعني او قبل ما اخلص الثانوية العامة بشوية، انا كنت يعني شفت اكتشفت ان احنا بنروح ناخد درس، فبنضيع ساعتين قبل الدرس مواصلات وساعتين بعد الدرس مواصلات، وفي قلب الدرس بنقعد نهرج شوية ونستنى المدرس ساعة كمان على ما يجي، أروح البيت ألاقي نفسي مهدود مش قادر، فنام لي ساعة ساعتين أعمل مش عارف إيه، يبقى اليوم ضاع. أنا كده ضيعت اليوم على إيه ساعتك؟ على درس واحد ويمكن يكون نص فصل أو حاجة بسيطة، في حين إن أنا لو قعدت مع نفسي في البيت ورجعت مثلا امتحانات وجبت الفصل ده هذاكره كله، ممكن اذاكر فصلين ثلاثة وارجع اراجع واعمل حاجات كتير قوي قوي. ففي احنا عندنا وقت بيتهدر او وقت بيضيع، يمكن الحظر ده يكون خلانا قدرنا نستفيد بوقتنا شوية. فده الجانب الايجابي، وده لاولادنا اللي في الثانوية العامة. طيب الجزئية الخطيرة بقى هي مسألة ايه؟ مسألة الثانوية العامة، انا خايف من الامتحانات. فطبعا احنا عندنا مشكله في نفوسنا، يعني نفسنا دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها انها تحل لنا مشاكلنا. فاللي بيخليها تجيب لنا احباط واللي بيخليها تجيب لنا قلق ايه؟ اولا اللي بيخليها تجيب لنا احباط ان هي مش فاهمه يعني ايه وقت، ما بتفهمش يعني ايه زمن. هي حضرتك عشان جبلت على الحل فهي بتحل دلوقتي هنا والان. عندك مشكله دلوقتي تقوم على حلها. طب حضرتك لو جبت لها مشكله في الماضي هتحاول تحلها مش هتعرف لانها مش موجوده اساسا. ايوه. فطبعا ده هيعمل احباط، والاحباط هيعمل اكتئاب، والاكتئاب عشان كده بقول للناس دايما او بنقول للناس يا جماعه بعد اذنكم ما تفكروش في الماضي، احنا مالناش دعوه باللي فات، احنا لينا دعوه باللي احنا فيه دلوقتي. احنا دلوقتي نحل مشكلتنا. نفس القصه بالنسبه للمستقبل. الامتحان ده حضرتك مستقبل، اذا هو لسه ما جاش. انا هاخد بالاسباب وهعمل يعني ما تقلقش على اللي فات ولا تقلق على اللي جاي، انت تعمل اللي عليك دلوقتي في وقتنا الحاضر. لا
لو انا حضرتك دلوقتي فضلت مركز في اللي جاي انا مش هقدر اعمل اللي في ايدي بالظبط، ومش هقدر اعمل، ولما اوصل اللي جاي ليه انت حضرتك بتدي عقلك الباطن فكره ان الموضوع كارثي ومش ممكن يتحل، وبالتالي ممكن تروح الامتحان دماغك تقف وانت مذاكر الدنيا دي كلها. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى كريم، والدنيا ابسط كتير جدا جدا صحيح جدا صحيح. من تفكيرنا. التفكير الكتير بيعقد الامور. طيب. التفكير الكتير بيخلينا نعجز عن الحلول. صحيح صحيح. فلو سمحتوا، هي القصه مش محتاجه تفكير كتير. في مليون واحد دخلوا الثانويه عامه قبلي، في مليون واحد نجحوا، في مليون واحد دخلوا كل الكليات اللي هم عايزينها، في كل مكان في العالم ناس بتنجح، والنجاحات كتيره في كل الاتجاهات، ومش صحيح. لازم مثلا النجاح يكون في كليه طب او كليه هندسه او كليه، كل واحد بينجح بس ينجح في الحاجه اللي هو متميز فيها وبيحبها. نعم، يعني رفقا بانفسكم كل حاجه تاخدوها بالهداوه وما تدوهاش اكبر من حجمها. طيب بشكرك شكرا جزيلا دكتور ابراهيم عبد الرشيد، استشاري التحليل النفسي في جامعه عين شمس. النهارده وافق مجلس النواب بصفه مبدئيه في جلسته العامه برئاسه الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون باصدار قانون مجلس الشيوخ. بينص مشروع القانون على ان يشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو وينتخب ثلثاء الاعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، وبيعين رئيس الجمهوريه الثلث الباقي على ان يخصص للمراه ما لا يقل عن 10% من اجمالي عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بنظام الفردي و100 مقعد بنظام القوائم المغلقه المطلقه، على أن يحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. كما ينص مشروع القانون على أن تقسم جمهورية مصر العربية ل 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وبيخصص لدائرتين منهم 15 مقعد، وبيخصص للدائرتين التانيين 35 مقعد، وبينتخب عن كل دائرة عدد الأعضاء اللي بيتناسب مع عدد السكان والناخبين، وبيراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو ومبادرة قطن أفضل عن بدء برنامج قطن أفضل في مصر، وبيدعم البرنامج بشكل أساسي سبل المعيشة لدى المزارعين من خلال تطبيق مزيد من الممارسات الزراعية المستدامة. تفاصيل أكتر هنعرفها من الدكتور هشام مسعود مدير معهد القطن بوزارة الزراعة. أهلا بيك يا دكتور هشام. اهلا وسهلا بحضرتك، ازيك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. عايزين نعرف منك تفاصيل موافقه المنظمه على انضمام مصر لمبادره قطن افضل. بسم الله الرحمن الرحيم، في البدايه طبعا برحب بحضرتك. اهلا بيك. هو عموما الاول نعرف ايه هي المبادره دي. ايوه، هي عموما دي احد المبادرات الناشئه على مستوى العالم، واللي بدات تتوسع منذ فتره زمنيه مش بعيده، واشترك فيها عدد من الدول يوصل لحوالي 20 دوله من بين 77 دوله على مستوى العالم المهتمة بزراعة القطن. هذه المبادرة بدأت في مصر من بداية من العام السابق يعني. أيوه. تأتي أهمية المبادرة بصورة أساسية من الرعاة لهذه المبادرة. يعني في أسماء وبراندات وشركات عالمية بتدعم هذه المبادرة، وفيها شركات بتستهلك كميات قطن كبيرة جدا على مستوى العالم. ودخول هذه الشركات للعمل في مصر ده بيعتبر من الحاجات الجيدة جدا اللي ممكن تسهم في تحسين توسع وزراعه القطن في مصر. لان بعض هذه البراندات يمكن زي ما قلت لحضرتك بتستهلك كميات كبيره جدا في مصر. ولجوءهم لمصر او يعني تعاونهم مع مصر في هذه الفتره يمكن ده نتيجه للسمعه العالميه اللي اكتسبها القطن المصري في السنوات السابقه، والمجهود اللي يمكن بذل في الفتره السابقه في انتاج اقطان كانت جيده جدا، واستعاده القطن المصري لعدد من الاسواق العالميه على مستوى العالم. خاصة بعد سنة 2015. أيوة. يمكن زي ما حضرتك قلت ونوهت في مقدمة كلامك، هذه المبادرة بتركز بصورة أساسية على المزارع. صحيح. إزاي نقدر نهتم بالمزارع؟ بيدعموا سبل المعيشة لدى المزارعين. طبعًا، لأن المبادرة بتعتمد بصورة أساسية إن هو الشركات دي لو كانت تقدر تشتري قطن كانت تقدر تشتري مباشرة من، لكن هي بتركز الأول عايزة تعرف حاجة اسمها تريسبيليتي أو تتبع القطن أو القطن تنزرع فيه. ومين اللي زرعه؟ وما هي المعاملات الزراعيه التي قام بزراعتها؟ وما هي التوصيات الفنيه اللي نفذها؟ ولازم المزارع ده يكون عارف كل التوصيات الفنيه الجيده التي تم تنفيذها على محصول القطن يعني.
لذلك بتبدأ الشركات المتعاملة في هذه المبادرة في مصر تتعاقد مع المزارعين، ودي نقطة فنية جيدة جدا احنا بندعمها. تتعاقد معهم مباشرة، تتعاقد مع المزارع مباشرة، لأن في النهاية ازاي هيوصل التوصيات الفنية للمزارع من غير ما يكون متعاقد معه؟ أيوة. هذه نقطة تعتبر غير مباشرة لتنفيذ هذه المبادرة. فلذلك دور وزارة الزراعة لها دور مهم جدا، وخاصة معهد فصل القطن، لأن هو الجهة الفنية الوحيدة الموجودة في مصر بتتعامل مع المزارعين، وده بيكثف من شغلنا مع المزارعين إن احنا نعمل ندوات إرشادية ودورات تدريبية بالتعاون مع الشركاء اللي هم التنفيذيين للشركات اللي متعاقدة مع البراندات العالمية. أهداف المبادرة إن احنا طبعا عايزين المزارع يكسب أكتر، فبنحاول نفهمه ونعرفه التوصيات الفنية المهتمة الخاصة بمحصول القطن. هم بره كمان بيهتموا جدا ان احنا نقلل كميه المبيدات اللي بيستخدمها على محصول القطن. أيوة. ودي برضو تلتقي مع هدف وزاره الزراعه في الحفاظ على البيئه، وازاي نحافظ على المزارع، وازاي نهتم بالمحصول اللي معانا عشان خاطر ما نستخدمش مبيدات، وممكن نستخدم مبيدات اخرى بديله خاصه بالمبيدات العضويه وما شابه ذلك. كمان بتهتم بالقطن بعد مراحل تجني، وازاي نجني قطن جيد ويبقى القطن يعني فيه جني محسن، والقطن ده اتحلق فين. يعني هو بيتكلموا على كومبليت ستوري بالنسبه للقطن، بدايه من زراعته وحتى المنتج النهائي اللي هو لبس، اللي هو اشترى ملابس يعني. فالقصه النهارده لما بتكتمل يبقى احنا في النهايه بنخدم المزارع، لان احنا فتحنا مجال للتسويق، وده بتبقى وزاره الزراعه بتحاول تفتح افاق جديده لتصدير القطن بالتعامل مع الشركات والبراندات العالميه. طيب. اللي ذكرتها لحضرتك دي يعني. اهميه المبادره بالنسبه للمزارع، لكن اهميه المبادره بالنسبه لمصر، يعني كون مصر تكون موجوده في هذه المبادره ده بيفيدنا بايه يا دكتور هشام؟ اولا انا عايز اقول نقطه مهمه جدا، طبعا احنا يعني الاول في اتجاه في الدوله النهارده لتطوير صناعه الغزل والنسيج، وفي توجه في السنوات القادمه وفقا لتوجيهات القياده السياسيه ان احنا معظم انتاجنا ما يتصدرش خام، احنا عايزين نقول معظم انتاجنا لازم يكون في قيمه مضافه. لازم يكون في قيمه مضافه. احنا النهارده كوزاره الزراعه بنشتغل على المحورين، لان في في في, في, في خلال السنوات القادمه لازم نلبي اولا طلبات السوق المحلي وطلبات السوق الخارجي، تصنيع داخلي وتصنيع خارجي. فدي نقطه اساسيه، ان احنا النهارده طبعا في عدد كبير جدا من المصانع بتتطور، فيه طلب النهارده ان احنا نهتم بالبذره اللي موجوده ونحاول نتوزع فيها. نحاول ان احنا نحسن من صفات الاصناف اللي موجوده عندنا، فده توجه داخلي. لكن بالنسبه لهذه المبادره حضرتك النهارده احنا بنفتح مجال للتسويق جديد. انا عايز اقول مصر في السنوات السابقه يمكن من 2011 ل 2015 كنا فقدنا عدد من الاسواق نتيجه للقلق اللي كان حدث في السوق بعد ثوره يناير يعني. ايوه. من 2015 لحد النهارده والحمد لله بدا السوق يستعيد عافيته مره اخرى، والقطن بدا ياخد الاتجاه الصحيح. فبالتالي النهارده هذا القطن بدا يسمع بره، لان العالم على فكره عارف قيمه القطن المصري وعارف صحيح. يعني حضرتك بتقول ان القطن بدا يسمع بره، هو بيستعيد سمعته اللي موجوده يمكن من قديم الزمان، يعني القطن المصري ما فيش اشهر منه في العالم. طبعا حضرتك وكلنا بنسمع بسعر القطن المصري لما في قميص بيتصنع من قطن مصري بيور، طبعا كلنا عارفين الاسعار بتوصل لحد كام. طبعا يعني ده بيبقى مدعاه للفخر ان حد بره شاري حاجه ايجيبشن كوتن، قطن مصري. ما هو اضافه لهذا الامر، لو البراندات العالميه اللي مشتركه في هذه المبادره دي براندات يمكن كلنا يمكن عارفينها مشهوره جدا، فبالتالي احنا بنفتح مجال اخر لتسويق القطن، لان هذه الشركات حسب معلوماتي هتحتاج كميات كبيره جدا من القطن المصري، وبالتالي في المقابل هيبقى عندي تصنيع داخلي وتصدير للخارج. ده معناه ان انا هتوسع في المساحه اللي موجوده في مصر في السنوات القادمه، وده بصوره غير مباشره بيقول ان احنا بنستعيد مره اخرى مكانه القطن المصري داخليا وخارجيا. على مستوى الزراعه حضرتك عارف ان احنا مهم جدا نزرع قطن بالنسبه للارض المصريه. طبعا. لان النهارده الفلاح عارف ان القطن من الحاجات اللي بتعيد احياء التربه مره اخرى. زراعته مفيده للتربه. طبعا بيحسن خصائص التربه، كلنا عارفين ان كل المزارعين النهارده اللي بيزرعوا قطن دايما يزرع بعض القطن قمح، لانه عارف ان القمح بعض القطن بيزيد على الاقل من 3 ل 4 اراذل. أيوه. في المحصول. المحصول كله خير، وطبعا كلنا عارفين ان القطن المصري في فتره من فترات مصر كان بيشارك قد ايه في الاقتصاد القومي. طبعا. وان شاء الله بنسعى جاهدين ان احنا نستعيد هذه النقطه مره اخرى في المستقبل القريب ان شاء الله، وبنتمنى لكم كل التوفيق. بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام مسعود مدير معهد القطن بوزاره الزراعه، شكرا جزيلا لك. يمكن دايما المصريين بيفاجئونا بمبادرات تخليك تقول في نفسك كده الله على الدماغ دي، ده شغل مصريين بصحيح.
هو ده فعلا ايه اللي هتقوله في بالك لما تعرف عن مبادرة التجمع بينا أحلى، واللي أطلقها مجموعة من سكان التجمع الخامس لرسم علامات تنبيهية بالألوان الفسفورية على المطبات، وده عشان يحاولوا يساهموا ويساعدوا في جعل شوارعهم أمان أكتر ليهم ولغيرهم. عشان نعرف أكتر عن المبادرة هتنضم لينا عبر الهاتف المهندسة مروة فتيحي، واحدة من مؤسسي مبادرة التجمع بينا أحلى. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا فندم. هو التجمع بينا ولا التجمع بينا؟ التجمع بينا أحلى. ومروة فتحي مش مروة فتيحي. مروة فتحي، أنا آسف جدا أستاذة. مروة فتحي المهندسة. مروة فتحي بشكرك شكرا جزيلا على أنك موجودة معانا. والتجمع بينا أحلى، هي مصر كلها بينا أحلى لو خدنا بالنا منها ويعني حافظنا عليها، لكن نتكلم عن التجمع بما أن المبادرة ليها علاقة بالتجمع. إزاي جات لكم الفكرة؟ تمام. الأول أنا عايزة أقول لحضرتك بس أن احنا نفصل ما بين مبادرة وفكرة. هو في الأول من 3 أيام كانت الفكرة إن في مطبات جنب بيتي قريبة مني، كل 5 دقايق فرامل، في حوادث كتير في اليوم بتحصل. فكان الموضوع كان مضايقني جدا، وكنت بفكر في إن احنا نعمل حاجة من باب إماطة الأذى عن الطريق، وقلت ننزل أنا والولاد وجيراني ونقدر نعملها احنا كده مع نفسنا ونمنع الحوادث في المنطقة دي. أيوه. فلما شيرت البوست والصور بقيت بعمله شيرينج من باب انه عايزه الناس يعني يا ريت يعملوا بالفكره دي، ويا ريت كل واحد يعمل قدام بيته والكلام ده كله. فبصراحه كلمني استاذ راني عيسى من جروب اللي هو الجيب للانقاذ. والاستاذ عصام كان ليهم دور كبير جدا وقت الاحوال الجويه السيئه، معروف ومحدش ينساه بصراحه يعني. والاستاذ عصام نيازي اللي هو ادمن جروب تجمع.com. فالمهم يعني كلموني فقالوا طب احنا عايزين نتقابل والفكره دي حلوه عايزين نبلورها تبقى مبادره. الحقيقه يعني انا اتبسطت جدا بالفكره منهم ان هم يعني يا ريت تكبر وتبقى مبادره، ويا ريت الموضوع يبقى فعلا يتعمل في التجمع كله، وخصوصا التجمع كله بيبقى طرق هاي واي، فالحوادث فيه بتبقى حوادث يعني جديدة كبيره بصراحه. بس فابتدينا بقى الموضوع ده، واستاذ راني ابتدينا يعني يجيب الخامات ويظبط الدنيا، تواصلنا مع الجهاز، الجهاز ساعدنا كتير جدا بصراحه، تواصلنا مع المرور والداخليه، كل الحاجات دي سهلت لنا جدا. وطبعا لما يعني ما بننزل نزلنا تاني اول يوم اللي هو كان امبارح بعد المبادره. ايوه بعد ما نزلنا بعد ما نزلنا معلش الخط بيقطع شويه. بعد ما نزلنا يعني طبعا كلنا كنا محافظين طبعا على كل معايير السلامه والماسكات والجوانتيات والكحول والكلام ده كله يعني معانا، والتباعد وكل حاجه، بحيث ان احنا نبقى ما بنعملش حاجه عايزين نفيد بيها ونضر نفسنا في نفس الوقت يعني. وطبعا كان بالنسبه لنا موضوع الحظر ده وقت مناسب جدا لان الطرق بتبقى فاضيه. صحيح. فاحنا حبينا نستغل الموضوع ده في وقت. طب بمناسبه الطرق الفاضيه عملتوا كم مطب لحد دلوقتي؟ 4. لا ده احنا عايزين اكتر من كده كتير يا باشمهندس. لا ما هو ان شاء الله لما العدد يزيد شويه كمان، ان احنا لسه طبعا لغايه دلوقتي بننزل كده احنا والجيران واولادنا، ويمكن كان في صور باين فيها الاطفال وهم صحيح. وخليناهم يلونوا هم الرصيف على مسافات، كل واحد على مسافه مثلا 2 متر ما بين طفل والتاني. يلونوا الارصفه واحنا اشتغلنا في المطبات. انت عارفه طبعا المطبات دي عايزه صيانه، يعني اللون الاصفر اللي احنا شايفينه ده بعد شويه 2 3 شهور يعني بيختفي او بيقل، لازم يتعمل تاني. دي حقيقه، دي حقيقه. والله احنا جبنا خامات قويه المفروض ايبوكسي، يعني اللي هو حاجه المفروض تبقى فيها مواد مصلبه تنسك اكتر في يعني اكتر فتره. أيوة. ممكنه. بس يعني انا عايز اقول لحضرتك ان انا عن تجربه كده، لا انا بقول للناس حقيقي يعني حتى لو الجهاز كل يوم والتاني هيعمله، هو فعلا محتاج صيانه يعني بصفه مستمره. فانا مع مبدا ان انا لو في حاجه نقدر نعملها ما نعملها يعني. طبعًا. مش لازم نستنى. طبعا طبعا، وكله في مصلحتنا ومصلحه ولادنا اللي بيعدوا الشوارع. هو العمل لازم يكون تعاوني في البلد بالضبط. يا باشمهندسه، لانه الدوله مش هتقدر تعمل كل حاجه، واللي عنده فكره ومفيده وبيفيد بيها حي وبيفيد بيها مجتمعه لازم يتقدم بالفكره دي ويحاول يحولها لمبادره ويجمع حواليها اكتر ناس ممكنه علشان ننفذها. احنا بنشكركم شكرا جزيلا على هذه المبادره، ونتمنى انه مبادرات من هذا النوع تكون موجوده معانا في مصر دايما. وانا كمان بشكركم على يعني وجودكم معانا في هذه الحلقة من برنامج الحقيقة، بالتأكيد بكرة حلقة تانية وموضوعات كتيرة مستنياك، وشكرا جزيلا لكم.